احنا فوق صدام حسين زورنا هوايه. زين زورت احكي لي نماذج نماذج تعيد. اي زين اجى الوقت اللي راح ذاك الوقت وسرحنا. طيب طلعت تقاعد قدمت دفتر خدمه قبل ما يكون شاب التقاعد يقول لي مزور، يعني قبل ما يلزمه بيده. نعم. وانا حياتي كلها تزوير بوقت صدام، عدا هذا الدفتر الخدمه صحيح. زين ليش حياتك كلها؟ انا من الكرد بصيفيين، كنا محاربين. اتشرف فيك ابو مريم، اتشرف فيك. طيب. فالحقيقه بس هذا الدفتر الخدمه عندي حقيقي. بس دفتر الخدمه حقيقي وشككوا فيه. وبالتقاعد بس قماشة بيده دفتر يا احمر عندي. زين. عندي. ايه. بس قماشة بيده قال لي هذا مزور. ليش مزور؟ عقله بعد، صحت بيه عطت بيه اخر شيء. قلت لعمي استلمه وصعد للجهات العليا. زين. وقال لي تراجعني بعد 15 يوم. وداه للجنه، اللجنه هم قالوا مزور. عجيب. وهو يعني مو مزور. عندي 13 سنه خدمه مالي 58 عمري 63 سنه. زين هذا واحد شلون يتاكد انه هو مزور ابو مزور ابو مريم؟ ما اعرف. طيب. يعني من المحاربين ما ادري يعني، وكل هذا وراحت 26 سنه خدمه. لا ان شاء الله ما تروح، ان شاء الله ما تروح. لا راحت، راحت تقاعد ما قبل يحسبوها. وما حسبوا لك اياها.